اهلا بكل مشاهدي الطبيب وفقره جديده من فقراتنا الطبيه المتميزه. طبعا كلنا عارفين متميزه ليه، لان احنا من داخل مركز دكتور احمد السبكي، واحنا الحقيقه يعني مبسوطين جدا. احنا من داخل المركز تخصصات كتير وصرح كبير جدا لكل الناس اللي بيعانوا من مشاكل مختلفه، سواء كان جراحات سمنه، سواء كان مشاكل مختلفه للسيده او لاي بنت بتعاني من مشاكل عايزه تجمل شكلها، عايزه تعيد شكل اسرتها من جديد. تجميل الاسنان الحقيقه صرح كبير جدا، واحنا النهارده بنتكلم في موضوع مهم جدا. بعض السيدات وبعض البنات بيعانوا من مشاكل مختلفة ونفسهم ان هم يعملوا تنسيق او اعادة تنسيق لقوامهم مرة تانية، والحقيقة في سيدات كتير بتعاني من صغر حجم الثدي، وكمان في ناس كتير بيعانوا من كبر حجم الثدي. النهاردة هنتكلم عن علاج المشكلة دي، ولكن طبعا سيبونا نرحب الاول بضيفنا. ضيف النهاردة هو الاستاذ الدكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنة والتجميل، وايضا عضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة والسكر، ورئيس الرابطة العربية جراحات السمنه والسكر. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. احنا اللي منورين يا دكتور، لان انت منور يعني المركز يا دكتور. انا مبسوطه جدا ان انا في صرح كبير جدا وشايفه كل التقنيات وشايفه كل يعني مركز شيك جدا يا دكتور. ربنا يخليك. في البدايه يا دكتور، احنا عايزين نتكلم ان في بعض السيدات شكلهم حلو وعندهم قدر عالي من الجمال، ولكن دايما بيبقى عندهم يعني عندهم خجل شويه لصغر حجم الثدي. ازاي كل سيده وكل بنت تعيد انوثتها من تاني او تتخلص من المشكله دي؟ والحقيقه مشكله الثدي وده عضو مهم جدا في انوثه المراه، حاجه حساسه جدا، وكتير من السيدات ما بيبقوش عارفين ان العلم تقدم جدا في هذا المجال، واصبح سواء الثدي كبير ومترهل، سواء صغير ومترهل، سواء الثدي صغير ومشدود وعايزه تكبره، كل المشاكل دي اصبح في حلول تجميليه بسيطه جدا، سواء من غير جراحه او بمينيمال انفيزيف سيرجري، يعني حاجه تجميليه صغيره، جرح سنتي سنتي ونص، نقدر نحل المشكله وما بتبانش اصلا إلى حد كبير إن المريضة عاملة حاجة، وبتحقق الشكل كمان اللي هي عايزاه، وحاجة بتعيش معاها العمر كله. طيب احنا طبعا بنشوف وكلنا طبعا عارفين ان عندنا يعني نماذج كتير جدا حوالينا، ممكن تكون مثلا واحده كانت بتردع وحصل لها ترهل في الثدي، ممكن تكون واحده كانت بتعاني من وزن كبير وخست فطبعا ده عمل لها ترهل. طيب الحشوات يا دكتور اللي هي منتشره جدا دلوقتي دي بتناسب كل الحالات، ولا حضرتك مثلا بتنصح بيها لحالات معينه؟ هو الحقيقه خلينا نقسم مشاكل الثدي الى ثلاث مشاكل اساسيه. ان ثدي المراه يبقى كبير وتقيل عليها وشادد ظهرها لتحت، وده بنشوفه صفه وراثيه في العديد من السيدات في مصر، وده بيبقى متعب جدا لفقرات الظهر والرقبه، وبيخليها مش عارفه تلبس، واحيانا يبقى الثدي مغطي حتى على شكل البطن، يبقى تعب صحي وشكل مش جميل. النوع الثاني هو الثدي اللي بيبقى مريضه خست في الوزن، فاصبح الثدي فاضي وساقط، يعني مش كبير ووزنه مش كبير، بل بالعكس ده هو يعتبر جلد اكتر من غدد. النوع الثالث اللي هم بيحصل في سيدات وغالبا بيبقوا بنات كتير، جسمهم كويس وشكلهم جميل، بس تلاقي الثدي صغير قوي ومفيش جلد اصلا كتير. الحقيقه الطريقه الحديثه هي الامبلانتس الجديده اللي بتتحط اولا من غير جرح ظاهر خالص، هي بيبقى حاجه صغيره سنتي واحد في النقطه البني اللي حوالين الحلم في الثدي، بنحط الامبلانت. والامبلانت الجديده لو حضرتك تشوفيها بتتميز بالماليابيليتي بتاعتها، انها هي سوفت، واخده الشكل الطبيعي والاحساس الطبيعي بتاع الثدي، وما بتتحطش طبعا، هي في منها احجام، ده حجم كبير شويه، في درجات منها، ما بتتحطش في الثدي نفسه، بتتحط ورا الثدي. يعني الانسان بيحس ان هو طبيعي جدا
والإحساس الطبيعي جدا، بس الثدي بيرتفع ويشد وياخد الشكل الطبيعي. الست في بيتها او حتى في لبسها الخارجي بتاخد الشكل الانثوي اللي هي تتبناه، وده بيعيش العمر كله. لسه اسال حضرتك بقى، في بعض بقى الناس زمان يقول لك ده مثلا مدته 10 سنين. لا بص حضرتك، هو بتقعد مع السيده قد ايه؟ هو الشركات الانترناشونال لان دي اتفاقيات عالميه بيقول ان هو يضمن الامبلانت دي 10 سنين. سنين بس الحقيقه احنا متركبه للناس بقى لها اكتر من 25 سنه وسليمه، لان ده النوع الحديث مميز جدا، والاضافه الجديده عليه ان هو اصبح الملمس بتاعه كمان طبيعي جدا وسوفت جدا وقوي جدا. يعني كان دايما لو انت خليتيه سوفت قوي او طري قوي يبقى ممكن عمره الافتراضي يبقى قليل. الحديث اللي ضمن ان هو يعيش العمر كله، في نفس الوقت الاحساس الطبيعي، وان يبقى ريكويل، وفي نفس الوقت قوي جدا يتحمل اي درجه من الضغط او التروما لا قدر الله اتخبطت في صدرها او اي حاجه ما يحصلوش اي مشاكل. واحساسه طبيعي جدا وخفيف في الوزن. يعني تتخيلي الاحساس كانه عامل زي سفينه كانك مش شايله حاجه. طيب احنا عشان برضو يا دكتور ما ننساش الرجال، احنا بنشوف بعض الناس رجال اللي بيعانوا من التثدي. حضرتك دلوقتي ان في ناس كتير قوي بتعاني منها، احنا دلوقتي اتكلمنا في السيدات وازاي يعني يعيدوا تكبير الثدي مره اخرى او تصغير الثدي طبعا حسب المشكله اللي بيعانوا منها، ولكن خلينا نروح لمشكله الرجال اللي بيعانوا من وهي التثدي، ازاي يتخلص منها دكتور؟ هو الحقيقه الفيزر الجهاز الجديد في مجال شفط الدهون وتفتيت الخلايا الدهنيه ادى طفره كبيره جدا، لان كان زمان عشان نعمل شد ثدي في الرجل كنا لازم بنشفط بالليزر، كان الجلد يترهل، كنا لازم نعمل جرح تجميلي نشد منه نشيل الجلد الزياده ونشد الثدي. الطريقه الحديثه بالفيزر اصبح بدون جراحه خالص ولا جرح صغير ولا كبير على الاطلاق، الخلايا الدهنيه نفسها بتتفتت في عمرها ما ترجع تاني. الفيزر بيكسر الغدد اللبنيه الضمره، لانها هي في الرجاله بتبقى غدد لبنيه بس فيها ضمور، بيفتتها تماما وبيشفطها ويصبح الثدي زي ما بيقولوا كده مرسوم على عضله البنش بتاع الراجل. يعني كتير من الرياضيين كتير من الرياضيين يعمل عضله كويسه بس يبقى عليها ثدي كبير بسبب ان هم بياخدوا انابوليكس وهرمونز وحاجات زي كده فتخلي الثدي كبير. لما بنشفطها تلاقي عضله البنش الجلد لازق على العضله، وزي ما شفنا في حلقات سابقه وعرضنا الصور بتاعه الفيزر هو بينحت شكل الجلد نفسه يخلي الجلد لازق على العضله، يدي الشكل من سكس باجز العضله مرسومه ازاي الويست نفسه طبعا بيحقق سواء الراجل او الست بيبقوا في منتهى السعاده بنتائج الفيزا. تمام. احنا دكتور يعني بعض البنات وبعض السيدات اللي ما اتجوزوش يقول لك مثلا انا خايفه اعمل عمليه مثلا تكبير او تصغير ثدي عشان ما تاثرش بالرضاعه، يعني واحده بتقول لك انا عايزه مثلا احمل وارضع مثلا طبيعي، حضرتك بقى النهارده تقول لهم ايه؟ فهو ده الجديد اللي احنا بنقوله، ان اصبح التكنولوجي الحديث ما بيأثرش خالص على موضوع الرضاعه. حتى الامبلانت اللي احنا بنحطها وهي حاجه طبيعيه جدا بتبقى بعيده عن الغدد اللبنيه. حضرتك قلت لي بنحطها ورا الثدي خلف الثدي بالظبط بين العضله وبين الثدي، ما هي مش في الثدي خالص، مالهاش دعوه بالغدد ولا الانسجه. الشكل المثالي للثدي اللي تتمناه اي ست بدون لا اثر لجرح او احساس ممكن تتضايق منه. بجد يا دكتور بشكر حضرتك جدا على النهارده وجودك معانا وعلى ان انت يعني اديتنا الفرصه ان احنا نيجي ونشوف كل الكلام اللي انا شفته النهارده، سواء كان تجميل، سواء كان تنسيق القوام، سواء كان جراحات السمنه كمان السنان مش عايزه انساها، يعني صرح كبير جدا من التجميل يا دكتور. بشكر ضيفنا، ربنا يخليك يا دكتور. ضيف النهارده كان الاستاذ الدكتور احمد السبكي، استاذ جراحات السمنه والتجميل وعضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر. مشاهدينا فقرتنا انتهت، استنونا دايما في قرارات جديده من الطبيب. اشوفكم على خير، الى اللقاء.